السلام عليكم. عرف قصر المعارض بوهران معرض لتطوير العقاري، واللي يعرف ازدهار ما شاء الله يعني في وهران. وهذا المعرض العقاري جرى في بحر الشهر الماضي، هذا شهر نوفمبر، وعرف إقبالا منقطع النظير من الشركات نتاع التطوير العقاري. وهنا نشوف يعني التطوير الرائع والقصر المعارض هذا الجميل جدا، اللي يعتبر ثاني أكبر قصر معارض في الجزائر. وأكيد هذه المعارض، هذا النوع من المعارض اللي تقام هنا وهناك يعني في كل يعني على مدار السنة، سوف تزيد من تطوير يعني الحقل نتاع التنمية العقارية والتطوير العقاري، و يعني تعرف الشركات بعضها اللي باش تتكاتف يعني، وتكون فيها ان كومبليمونتاريتي من ناحية يعني الكفاءات، ومن ناحية الـ يعني التجارب في ميدان البناء، وبناء وخاصة قضية الترقية العقارية لدى الخواص. وكذلك عرف هذا المعرض مشاركة بعض المطورين أجانب، وإن شاء الله إن شاء الله هذه يعني هذه النشاطات هذه مليحة لي يعني باش ندير إشهار باش دير إشهار للمشاريع تاع التطوير العقاري في الجزائر، إن شاء الله تكون فيها خير والسلام. ترجمة